أكيد بتتذكروا الأسد الأسطوري اللي صدناه بفيديو سابق. اليوم رح أعلمكم كيف نستفيد من جلده. طبعا بعد ما نصيد الأسد رح نيجي لعنده وناخد قطعة من إيده، بعدها رح نتوجه لأقرب فنس موجود على الخريطة. طبعا عند الفنس بنقدر نبيع سبائك الذهب اللي معنا أو أي إشي تاني مسروق. اللي رح نعمله هون إنه رح نفوت على الكرافتينج بعدين نشتري مخلب الأسد، وهيك بتزيد معنا الاستامينا اللي هي قدرة التحمل 10%، وهذا الإشي كتير منيح للمبتدئين.